رجال الاعمال الكتير اللي موجودين عندنا اللي كانوا الظاهرين واللي هم كانوا بيتكلموا كتير الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا، انا مش عايز اقول الاسماء، كلهم عارفين نفسهم. عندك نقطه مهمه جدا، اول حاجه لازم تعملها ان ال14 ولا ال15 ولا ال20 ولا ال10 لو بتحب نادي الزمالك انت كراجل اعمال، اول حاجه الفلوس بتاعت وقف القيد ده رقم واحد، رقم واحد، رقم واحد، عشان انت تبدا من وانت عندك 70%. لو ما عملتش كده لا انت هتبدا من 50% وهتعاني وهتفضل مثلا سنتين عشان تروح للحته اللي انت عايزها، ما تتكلمش على منافسه بالظبط عشان تبقى الامور واضحه. لازم المشروع يبقى باين للجميع، خاصه ان ده نادي الزمالك. نادي الزمالك كان متواجد في البطوله العربيه وكل الناس قالت، مع احترامي للنصر واحترامي للشباب والاتحاد المصيري، الزمالك بان بشكل مختلف. كان في روح وكان في لعيبه بتادي، ولكن اقف هنا شويه هاخدك حته بعيده، تغييرات فنيه الفنيه ما كانتش بصراحه في المستوى كل وارد. الماتشات وارد، وارد، ممكن وارد في ماتش انا وارد في ماتشات وانت السبب لا. فعشان كده بقول لك نادي الزمالك الفتره اللي جايه محتاج دي يا فاروق، محتاج دي رقم واحد. تمام. دي رقم واحد، انت لازم يبقى موضوع القيد ده واللاعبين ممكن دي رقم واحد يعني. وبعدين برضو عشان تبقى انت عارف، هو 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 مش انا الفتره الجايه ما تبصش على الفريق الاول بس، لا انت الدنيا تحت لازم تتغير بشكل كبير. موجود دلوقتي كابتن اسماعيل يوسف، موجود من بدري مسؤول عن القطاع، والحمد لله ماشي بشكل كويس. اتمنى 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 ان الفتره الجايه، لان احنا انا بكلمك بصراحه الملاعب اللي عندنا لا تصلح للتمرين. لازم الفتره اللي جايه، عشان كده بقول لك اللي جاي اللي جاي لازم مساعده من الجميع ولازم مسانده من الجميع عشان نادي الزمالك يفضل في الصوره اللي كان موجود عليها ودايما متعودين عليها يعني.